السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أما بعد، أهلا بكم في شرح جديد على قناة دكتور كمبيوتر. النهاردة هنتكلم عن أفضل مواقع تعديل الصور على الإنترنت أونلاين بدون برامج، إزاي نقدر أعدل على الصور على النت أونلاين بدون برامج. وهنستعرض مجموعة من المواقع هم موجودين عندنا. طبعا المواقع هتلاقي رابط المواقع دي كلها أسفل الفيديو في الديسكريبشن إن شاء الله. ولكن اللي عاوز اقوله ان احنا هنشوف كم موقع منهم، وليكن هنشوف موقع مثلا لوضع الصور على الخلفيات التي تختارها، زي اسمه فوتوفونيا، معظمنا ممكن يكون عارفه او شافه قبل كده. احنا نقدر نحط صورنا مكان الصور دي، نحط الصورة بتاعتي هنا واقوم اعملها خلفية. ده من المواقع المشهورة جدا. ممكن نشوف صورة تانية برضو لوضع الصور على الخلفيات، ممكن نروح ليه عليه افكتس جميلة جدا، ممكن برضو نبص عليها. صور مضحكة، صور جميلة، نفس الفكرة، ومعظمها في شيء من الجمال، وفي صور برضو مضحكة لو حبيت. في كمان موقع، طبعا احنا انا هستعرض بعض المواقع، لكن انت تقدر تستعرضهم كلهم على الرابط الموجود اسفل الفيديو وتشوفهم بنفسك. يعني موقع داخل قلب، ممكن نشوف ده كده، صورتك داخل قلب ينفتح او على زجاجة او على سفينة تتحرك. نجربه كده نشوفه. ممتاز، يعني تحط الصورة هو هيعمل لك الشكل ده، طبعا من ضمن الايديت الموجودة. عموما هما مجموعة مواقع جميلة جدا. يعني في مواقع بتغير في صورتك، تحط عضلات تكتب عليها وتغير في الاشكال، ممكن تحط براويز للصورة وتظللها، تأشيرات للصور على الموقع ده، موقع بيخلي صورتك قديمة ابيض واسود، موقع خلفيات للصور، موقع بتحط براويز ذهبي، جعل الصورة مموجة بطرق كثيرة، موقع لعمل صور بوستر كبير. مجموعة مواقع ممتازة جدا جدا، من أفضل المواقع اللي أنت ممكن تستخدمها للتعديل على الصور على النت أونلاين وبدون برامج. لو محتاجهم هتلاقي الرابط إن شاء الله أسفل الفيديو في الديسكريبشن. أتمنى لو الفيديو عجبك اعمله لايك، لو عايز تفيد بيه غيرك اعمله مشاركة، لو مش مشترك معنا على قناة دكتور كمبيوتر أتمنى تكونوا مشتركين معنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.